عبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلى حكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رضي الله تعالى عن سيدنا مولى علي كرم الله تعالى وجهه الكريم في سبت السنين وقدس شهزاد شيخ كان سيدنا خاتم الجنسيه فاطمه تسال رضي الله تعالى عنها مقدس مقرم شهزاد بن سيدنا وحسن الكريم حضره سيد الشهداء امير المؤمنين تابعين تتابعين سنه 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 سيدنا وسيدنا عظيم الزكي رضي الله تعالى عنه وحديثه سيد سلام سيد الخواجة خواجة من فخر المسلمين سيدنا خواجة معين الدين جشدي سلم رضي الله تعالى عنه قدس من سيد سلام خطب لقطاب سيدنا خواجة قدوة البختار كيوشي رجيم كريم حديث سيد خطب فاتح بالغرام عزيز سيدنا أمير محمد صابت التابع تسورة فاتح بالغرام عزيز سيدنا أمير عبد المحب بالغرامي رضي الله تعالى سيدنا أمير عبد الجليل بالغرامي ثم مهرر بي رضي الله تعالى عنه سيدنا أمير محمد إسماعيل فاسدي سركار مصابي رضي الله تعالى عن وردنا الوحيد باكر سيدنا سركار الدرس الناصر سيدنا سلام الرسول القاسم سيدنا عالم بن علي سفاك رمتنا سيدنا مخدوم الشرف جهني وقال جهان غشت وقشت شبيج رضي الله تعالى عن وردنا الوحيد باكر جو خزر موزنا سيدنا على حزت عزم البركات كي بادر كتر وحيد سيدنا مفتي عزب عن الاسلام قدر سويدا حزر بتاجو شهر خدس سلوك عزيز كي بادر كتر شهر بنارس من جتنين بيان لكاملين بزرگان دین صوفی اعظم عارف ابن اللہ فنف الرسول علماء اہل سنت انوران قوف الارام فرمان سبی کی بابر کرما فیض اروحی تلوات کو پہنچا والا تبارک و تعالی جل شانہ مکرمی کریمی سلام خوزر تمامی بمان دفعہ دین کے سب قدر خوزر
يا الله يا رحمن يا رحيم دل مارك نستقيم بحقك يا كنا عمري بيك يا كنستعين پروردگار عالم جل شانہ وہ رحیم کریم سے اس مقدس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جشن غسل ورا میں ہم سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی فیضان سرکار غسل ثقلین سے ہم سبھی کو شرفیاب فرما مالا مال فرما دی مولا تبارک و تعالی اپنی رحیم کریم سے جس صاف ستھری پاکیزہ نیت سے اس پاکیزہ منور محفل کو انعقاد کیا مولا تبارک و تعالی اس کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں بہترین عزر عظیم عطا فرما جزائے خیر عطا فرما بے پناہ خوشیاں عطا فرما دی یا اللہ سبھی کو سچا نمازی بنا قرآن عظیم کی تلاوت کا عادی بنا حج بیت اللہ کا حاجی بنا دے رمضان کریم میں عمرے کی سعادت نصیب فرما گنبد خضرہ کا دیدار نصیب فرما جو بے اولاد ہیں رب قدیر اس معطر با فیض محفل نور کے صدقے طفیل سبھی کو اولاد صالح عطا فرما رب قدیر جن کی بیٹیاں اور بہنیں ان کا نصیب روشن فرما سبھی کے صحیح سنی العقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما رب قدیر جل شانہ و جل جلالہ اپنی رحیمی کریمی سے جو بیمار ہیں سبھی کی شفا کامل عاجل عطا فرما دے یا اللہ اپنی رحیمی کریمی سے جو علیل ہیں سبھی کو صحت و تندرستی تمنائی عطا فرما اہل سنت والجماعت سے وابستہ جو بھی جہاں بھی پریشان حال ہے رب قدیر اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ فعل ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ اپنی رحیمی کریمی سے اس پورے بنارس پر خصوصیت کے ساتھ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک پر عمل کرنے والے افراد کی عمروں میں ان سبھی کے کاروبار میں رزق میں روزیوں میں صحت و تندرستیوں میں خوب خوب برکت عطا فرما رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے سبھی کا خاتمہ بالخیر فرما سبھی کو ہدایت صراط المستقیم پر چلا پوری دنیا میں مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما جملہ مشائخ مصلی شریف رضوان اللہ تعالی مجمعین کے فیوز و برکات و اسکار سے سبھی کو شرفیاب فرما رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے صاحب خانہ کی عمر میں صحت میں تندرستی میں کاروبار میں رزق میں روزیوں میں برکت عطا فرما مولا تبارک و تعالی سبھی کے چھوٹے بڑے افراد کو صحت کامل عاجل عطا فرما سبھی کے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے بغداد معلی کی سرزمین کی زیارت سے سبھی کو شرف ریاب فرما گنبد غوث ورا کی زیارت سے سبھی کو منور فرما اے مولا اپنی رحیمی کریمی سے ہم سبھی کو نچھاور سیدنا غوث الثقلین عطا فرما توشہ حضرت سیدنا غوث الثقلین عطا فرما یا اللہ اتارنے حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ واردان عطا فرما رب قدیر اپنی رحیمی کریمی سے خصوصی فضل و کرم و رحم عطا فرما آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الطارئين بحرمه سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدك ولمن دخل بيت المؤمنين والمؤمنات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم قنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب قدير رب رحيم كريم سے ہم سبھی کو قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکته يسلمون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسلیما لبیک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا اله الا الله